بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني ومرتدي أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعذباوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشبيوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزموا إصرار. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات أردنية عبر قناة جوسات الأردنية. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة خلدة امتداد شارع الجاردنز في ضيافة كفاءة أردنية جديدة في ضيافة مركز هبة لمعالجة الأسنان. دكتور مهند أبو علي، بالبداية سيدي وأنت يعني غني عن التعريف وأشهر ما تعرف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب، نعرف سادة المشاهدين بالدكتور مهند أكثر، نتحدث عن مكان الولادة، الدراسة، من أي جامعة كانت والعائلة الصغيرة. تفضل. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بمركزنا الصغير هبة دنتال كير لمعالجة الأسنان. أنا دكتور مهند أبو علي، مواليد الرياض السعودية، خريج جامعة دمشق، أكمل دراستي في طب الأسنان في دمشق في سوريا، وجيت على الأردن هون. إجت الفكرة عنا أنه نفتتح هذا المركز لخدمة أهالي خلدة أوكي وتلعلي. وأهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا فيك دكتور مهند. يعني بدي أسأل أنه ليش تقريبا تحديدا منطقة خلدة، ونتحدث عن هالمركز شو راح يضم؟ يعني بالبداية هو مراحل راح يكون إن شاء الله، شو راح يضم من أجهزة، ونتحدث يعني عن الكوادر الموجودة هون. منطقة خلدة منطقة حيوية وشارع حيوي، شارع وصف التل. أوكي. كمنطقة هي اخترناها لأنه منطقة حيوية فيها سوق تجاري، فيها عدة عيادات شغالة. بالنسبة للتجهيزات اللي عنا، تجهيزات زي ما أنت شايف ممكن نحكي أوكي، وحنرفق هذا اللقاء مع صور. فحنا أجهزة الكراسي الأسنان، عنا 3 كراسي أسنان، عنا غرفة تعقيم، عنا غرفة أشعة، عنا الريسبشن اللي برا موجود. جميل. وفي عنا الخدمات الموجودة عنا تشمل هلود سمايل، في عنا الزراعة، في عنا التقويم، في عنا الأطفال، في عنا معالجة ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هي الطبقة المنسية فينا نحكي في المجتمع، يعني نحكي عن هاي النقطة والله يعني يا ريت أوضح. في عنا ذوي الاحتياجات الخاصة مثل داون سيندروم، يعني اللي هي متلازمة داون اللي هي البلاهة المنغولية. في عنا مثلا مرضى التوحد باختلاف الطيف اللي فيهم أوكي. فهذول معالجتهم محصورة شوي، ما كتير بتطوق لها أوكي سوق عنا. فنحن لا إن شاء الله يعني بنكون كان تابعين معهم إن شاء الله، يعني بمسيرتنا نحن في العيادة هون إن شاء الله. إحنا بنتمنى لكم التوفيق يعني من البداية. دكتور مهند، يعني التطور الطبي بالعالم وبالأردن تحديدا يعني تطور بشكل كبير جدا، وخصوصا طب الأسنان، يعني القشور الخزفية، يعني زرعات، صور البانوراما، يعني أشياء كثيرة. يعني شو كيف نقيم ككوادر أردنية مستوى الدول العربية تقييمك؟ الأردن من الدول العربية المتقدمة في الطب، مش فقط في طب الأسنان، في كل مجال الطب. مركز الحسين للسرطان مش موجود في الشرق الأوسط صحيح. في كفاءته ولا صحيح. في حجمه ولا بعدد المرضى اللي بيسباخته. المدينة الطبية عندنا موجودة في مثلها بالشرق الأوسط، متقدمة جدا بأجهزتها. بالإضافة لهي كمان إحنا عنا في الأردن من ناحية الأسنان صار عنا تطور كتير كبير. أوكي، زي ما أنت ملاحظ وبتقرأ كتير في الجرايد. أوكي، الهولود سمايل، القشور الخزفية، هي الهولود سمايل هي نفسها القشور الخزفية. القشور الخزفية عبارة عن إزالة طبقة 0.5 يعني سماكة خفيفة جدا أوكي من الأسنان، تلصق عليها قشور خزفية. هاي بتيجي مراحل اوكي متقدمه بعد علاج تقويميه اوكي، ممكن تيجي مثلا بجانب زرعات اوكي. هي جماليه جدا، هي للمراحل الاماميه طبعا. الاسنان الاماميه بتشمل الخلفيه شوي، بتيجي معها تيجان زيركون اللي هي فل بورسلان بتكون اوكي، ما فيها تخلو من المعدن. تطور في الاردن كان فيها كتير كبير. جميل. الحمد لله. جميل. دكتور مهند، يعني نتحدث يعني كيفية المحافظة على أسنان ولثة سليمة،
كيف استطاعت الإنسان أنه يتجنب أمور كثيرة بما يخص موضوع العناية بالأسنان واللثة؟ بداية بيبدأ من المريض نفسه، مراجعة الدورية لطبيب الأسنان. كل 6 شهور لازم يكون في عنده مراجعة دورية لطبيب الأسنان. مهم طبعا. أوكي. ترجع للتاني كمان شغلة للمريض كمان، اللي هي فرشاة الأسنان 3 مرات يوميا. أوكي. استخدام خيطان الأسنان. استشارة الطبيب في معجين الأسنان، لأنه في معجين تجارية تضر بصحة المريض. طبعا بتضر بصحة اللثة يعني، فينا نحكي أوكي. مثل معجين التبييض اللي بتنزل في السوق، في منها تجارية بتعمل على إزالة طبقة من ال، أو هي مش إزالة طبقة، هي انهراء في طبقة من طبقات الميناء للأسنان اللي هي الطبقة الخارجية. فكترتها استخدامها بدون استشارة طبية يعني غلط، هذا كبير. هذا كثير المريض بدور نفسه يعني بيكون معالجة التسوسات من أول في أول، معالجة اللثة، إزالة التكلسات كل 6 شهور إذا كان المريض، طبعاً تختلف من مريض لمريض كمية التراكم التكلسات. دكتور مهند، يعني نوضح للسادة المشاهدين ما الفرق ما بين تنظيف الأسنان وتبييض الأسنان؟ في ناس ما بميزوا. أوكي. تبييض الأسنان عبارة عن مواد كيميائية تتركب من أساساً من H2O2، ماء أكسجيني. أوكي. تطبق على الأسنان في العيادة بنسب عالية. طبعا للعلم الـ H2O2 الماء الأكسجيني هو مادة حارقة، فينا نحكي يعني لو اجت على الجلد او اجت على الشفة او اجت على اللثة فهي مادة حارقة. اوكي. تطبق في العيادة، هي عبارة عن عملية التبييض لإزالة اللون الداخلي للسن. يعني اللون اللي بنشوفه نحن لون الأسنان هو اللون الداخلي للسن. جميل. عملية تنظيف الأسنان هي عبارة عن إزالة التكلسات، عبارة عن صقل الأسنان والجذور، عبارة عن التقليح اللي هو إزالة التكلسات كمان مرة. أوكي. والبوليشينج، البوليشينج اللي هو عبارة عن فرشاية أوكي من مشي على الأسنان عشان تنظف كل التصبغات اللي بتيجي من الدخان، من الشاي، من القهوة. أنت شايف كيف الشعب كلها تشرب قهوة. صحيح. دكتور مهند، يعني ما هو الوقت المناسب للزرع الآن في حال فقدان سن أو ناب، أو الوقت المناسب يعني بنفس اللحظة ولا يفضل الانتظار؟ هلا بتيجي حسب الحاله وحسب الزراعه، بس هلا في زرعات نفس اللحظه بتقلع السن وبتحط الزرعه مباشره. طبعا بتجي على حسب كثافه العظم، على حسب شكل الجذور، اذا كان في التهابات، كان في اكياس، بتفرق معنا اذا كان ساينس تبع الفك اوكي كان قريب اوكي من ما في سمكه عظميه كان وجود زرعه، فبنضطر انه نحط عوم عظميه في المنطقه، مستحيل تنحط زرعة في نفس الوقت. دكتور مهند، ما المقصود ببناء السن؟ يعني كنت مع أحد الأصدقاء قبل فترة موضوع انكسر سن مثلا، الآن بما يخص موضوع ناس ما ميزوا أيضا ما بين الزرعة وما بين المادة نعم بيلد أب البناء السن، بناء السن اللي هي يعني بدنا نعطي توضيح أكثر. أوكي. هي شبيهة بالبرغيب، يكون داخل السن عشان يعطيه جزء قوة أكثر، ممكن ينكسر تاج السن نتيجة ضربة فيه أوكي، نتيجة تسوسات كانت فيه فأدى إلى انعدام التاج، فينا نحكي أو إزالة التاج، بيبقى عندنا الروت جوا، الجذر جوا. بحالات بنصور أشعة نتأكد من صحة الجذر وصحة العظم حواليه أوكي، بنعمل له روت كانال تريتمنت، معالجة لبية، معالجة عصب أوكي، بنعمل له بيلد أب. البيلد أب، البيلد أب هو عبارة عن بوست أند كور. البوست اند كور اللي هو بيجي معدن بتحضر في المختبر اوكي، وبتاخذ له مقاسات من العياده، بيكون عباره عن وصله بين جذر السن اوكي مع التاج، وبتلبس فوقيه تاج. جميل. تاج سواء كان زيركون او كان خزفي عادي. جميل. يعني هالتطور الكبير حل مشاكل كثيره، يعني صارت اصبح الانسان يعني ممكن ما يستغني عن السن حتى لو كان في مشاكل لآخر لحظة. الله يعطيكم العافية دكتور، يعني الله يعافيك. متعلقين احنا بنتمنى لكم بهالمركز مزيد من التقدم ويكون في شعبية عالية بالتأكيد ان شاء الله، مدام في كوادر أردنية امثالهم. دكتور انا حاب اتحول لموضوع اخر، نعمة الامن والامان. انت كنت في دمشق وكنت في الرياض. كنت في دمشق. نعم. ويعني زرت العديد من الدول الصديقة والشقيقة، يعني بتأكيد عند هبوط الطائرة بأرض المطار بالأردن إحساس مختلف. أكيد طبعاً. يعني هوا الأردن، إحساسنا بالوطنية، إحساسنا محبتنا لها البلد، لها القيادة. نعمة الأمن والأمان هي بتميز الأردن. ماذا تعني لك نعمة الأمن والأمان سيدي؟ نعمة الأمن والأمان هي أهم إشي.
نعمة الأمن والأمان أنك أنت تمشي في الشارع وأنت مش خايف. صحيح. وأنت مش مرعوب وأنت مش ما عندك أي خوف أو رهبة من أي حدا حواليك موجود. صحيح. نعمة الأمن والأمان نشكر أول شيء فيها جلالة سيدنا الملك عبد الله، ونشكر فيها رجال الأمن الموجودة في البلد. نعم. يعني ما شاء الله عليهم سهرانين على أمننا وأماننا فعلا، يعني الحمد لله على نعمة الأمن والأمان بكل معنى الكلمة. الحمد لله. يعني هي تستمر المسيرة دكتور مهند بهند النشامة أمثالك جلالة الملك ما شاء الله عنكم وما شاء الله عنهم يا رب، والله يقويهم ويضلوا مثل ما هم وأكثر يا رب يا رب. يعني جلالة الملك أول ما يدعو إلى دعم فرسان التغيير، وأنت تمثل نموذج لفرسان التغيير، وجلالة الملك أكثر مناسب حكى أنا أستمد العزم منك، ونستذكر مقولته أرفع رأسك أنت أردني بالتأكيد. يعني همات الأردنيين دائما مرفوعة عالية بهمة مثال دكتور مهند أبو علي. دكتور قبل أن ننهي نحدد للسادة المشاهدين موقع المركز وإمتى راح تبلشوا استقبال المرضى إن شاء الله. استقبال المرضى خلال الأسبوع هذا بنبلش فيهم معهم من تاريخ اللحظة فينا نحكي. الموقع بعبارة عن خلدة شارع وصف التل تحت ميداس في ثلاث مجمعات، وأهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني أنا بشكرك، اختصرت علينا الكثير من الأسئلة. طبعا أعزائي المشاهدين يسرنا في نهاية هذا اللقاء، أنا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور مهند أبو علي من مركز ذهب لمعالجة الأسنان من منطقة خلدة. شكرا جزيلا. شكرا. أهلا وسهلا. الله يخليك. وأرجو دكتور أن تسمح لكاميرا البرنامج في هذه الجولة المفصلة. تفضل. ومعنا الآن أستاذ فراس شبيب. مرحبا أستاذ فراس. أهلا مرحبتين فيك. يعني قبل قليل كنا نتحدث مع الدكتور مهند، يعني بنهنيكم بداية على هالمركز ما شاء الله. خليك بارك الله. حاب أتحدث يعني عن هالمشروع، إنه كيف برغم أنك مش طبيب ولكن قررت تخوض هذه التجربة. سبب إنه فتحنا هاي التجربة سببين رئيسيين. الأول إنه مجال الأسنان تغير عن مجال التقليدي القديم، بطل مجال بس فقط إنه علاجي، لا صار موضوع مجال تجميلي أكثر، مجال إنه وقائي أكثر. والسبب الثاني بلدنا كثير فيها معالم سياحية وفيها معالم كثير كبيرة وكثير فيها منتجعات سياحية وعلاجية. فاجتنا فكرة إنه نعمل شركة ثانية جوا هذا المشروع، نعمل فيه مشروع السياحة العلاجية في الأردن. جميل. نستهدف فيه الأسواق الخليجية الأمريكية الأوروبية، أي حد ضيف بيجي عنا على البلد بنحب نستضيفه عنا، بنعمل له تور سياحي علاجي في الأردن كاملة. زي ما حكيت لك عنا كثير معالم زي حمامات معين زي البحر الميت. مقتصر على الأسنان يعني بشكل عام. أبداً بشكل عام. أبداً بالضبط. مش مقتصر على الأسنان، مش مقتصر على مركزنا لحاله. هي ما رح تكون من ضمن هذا المركز، هي يعني حتكون موضوع آخر حتكون مكمل. شركة ثانية مكملة لهذا المركز. جميل. إمتى إن شاء الله رح تبلشوا بهذا المشروع الثاني؟ إن شاء الله إن شاء الله مع بداية ما بنبدأ شغل هنا بنبدأ في المشروع الثاني، حيكون بالتزامن الاثنين مع بعض بإذن الله. إن شاء الله. متى بتبلش إن شاء الله بالاستقبال المرضى بهذا المركز؟ إن شاء الله من بكرة الصبح. إن شاء الله جهز الأمور يعني، والديكورات جميلة والأجهزة حديثة زي ما احنا شايفين. كلهم زوجك. تسلم يا رب. لكن قبل أن أنهي أنا حاب أسمع منك كلمة حول نعمة الأمن والأمان، شو بتحب تحكي؟ اللي بحب أحكيه إنه إحنا كلنا اللي مشتركين في هذا المركز شباب أردنيين مغتربين مواليد برا الأردن وعايشين طول حياتنا برا الأردن. بس الاستقرار بالأردن والأمن والأمان اللي موجود فيها شجعنا إن نرجع ونترك غربتنا ونيجي نقعد هون ونأسس شغلنا هون ونستقر في هالبلد. جميل جميل جميل. إحنا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. يعني خليك يا رب. بكم سمو جلالة الملك أول ما يدعو إلى دعم فرسان التغيير، وأنتم بتمثلوا نموذج لفرسان التغيير وجلالة الملك. يعني دائما نستذكر مقولته أستمد العزم منكم وارفع راسك أنت أردني بالتأكيد. أكيد أكيد. همة الأردنيين دائما مرفوعة عالية بهمة النشامة أمثالك أستاذ فراس شبيب. خليك يا رب. أنا بشكرك على هذا اللقاء. يخليك يا رب. يخليك. حياك الله. اللي بيك شرفتنا. طيبات الأصل خواتل
هم نبي